غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. Do you speak Arabic or do you speak English only? Do you speak Arabic? Eh? Can you speak Arabic? You speak Arabic? Arabic too. Yes? Yes. اوكي مساء الخير. ممكن اتكلم مع سيادة رئيس الاساقفة سلوان؟ سيادة سلوان مين عم بحكي؟ انا اسمي الاستاذ وسام وبتكلم من امريكا من نيويورك. عاوزين ناخد بركة لو في امكانية. استاذ وسام 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 نعم اوكي بس دقيقة. شكرا ربي يباركك ويبارك تعب حضرتك. هللويا بريز ذا لورد. الو الو مساء الخير يا فندم. سعادة رئيس الاساقفة سلوان مين معي؟ اهلا وسهلا بيك ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. معك الاستاذ امين. معك الاستاذ وسام عبد الله من امريكا من نيويورك. وسام عبد الله اهلا وسهلا بيك يا فندم. اولا يعني برحب بحضرتك. حضرتك عالم من اعلام كنيسة الروم الارثوذكس في العالم كله. يعني حضرتك رئيس اساقفة بوينس ايرس وسائر الارجنتين. فاهلا وسهلا لنا شرف نتكلم مع حضرتك. حضرتك يا فندم اهلا بيك يا فندم. سعادة رئيس الاساقفة سلوان حضرتك الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من غطاء. الاستعداد للكرازة. لكن عندي سؤال بسيط لو تكرمت. يعني حضرتك بالنسبة للاهوت يسوع. لاهوت يسوع من اين يستمد شرعيته؟ في عندي 5 اجابات وناخد بركة ونعرف الاجابة الصحيحة. هل من انتخابات حرة؟ يا استاذ الكريم بتصل تحتي وقت تحكي معنا الحديث ما بس انا عاوز بس نسمع اجابة من حضرتك. يعني كما يقول يسوع عنكم انتم في بيتكم يا خير الناس وخير البركة اللي موجودة فيها. أي كنيسة يا فندم؟ أي كنيسة؟ أي كنيسة؟ عزبة حالك من أمريكا. أي كنيسة؟ أي كنيسة بتتكلم عليها حضرتك؟ أي كنيسة؟ الله يخليني نحبك وخليني تخليني. يا سعادة رئيس الأساقفة سلوان. أرد كنت عليك. يا سعادة رئيس الأساقفة. حاضرين حاضرين. يا نهرة البعض. أي كنيسة بتتكلم عليها؟ يا فندم أي كنيسة بتتكلم عليها؟ يا سعادة خليني نحبك وشرابك. يا سعادة رئيس الأساقفة أي كنيسة؟ يا أخي الحبيب يا أخي الكريم. انك انت بتنيس بالعاقة الموجودين عندك تسألوهم وتسترشدوا فيهم. يا فندم اي كنيسة تكلم عليها؟ انت مش عارف الله يخليك حتى يا حضرتك. يا فندم خلينا اتكلم. انت مش عاطيني فرصة. انت رئيس اساقفة خلي عندك ساعة صدر. اسمعني اديني فرصة اتكلم. اي كنيسة بتتكلم عليها؟ اي كنيسة حضرتك؟ اي كنيسة انت بتتكلم عليها؟ انت اي كنيسة؟ اي كنيسة اسم؟ انا مش تبع كنيسة. اي كنيسة يا فندم؟ انا مش تابع اي كنيسة ولا حتى انا مسيحي من اساسه. انا مش مسيحي. انا راجل باحث في المسيحية. انا ما مسيحي. وانت راجل رئيس اساقفة. انا ما مسيحي. انت رئيس اساقفة. انا ما بتكلمش لما اخذ بعور كنيسة. انا بتكلم رئيس اساقفة. انا بتكلم نائب البطريرك الروم الارثوذكس في عندك في الارجنتين. ما بتكلمش لما اخذ بعور كنيسة. انا ما مسيحي. انا بسأل حضرتك سؤال. ويسوع يقول من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. فين اللي استضد الكرازة؟ فين اللي استضد؟ انت مش عاوز تديني فرصة اتكلم خالص. وقعد تقول لي الكنيسة بتاعت كنيسة مين؟ انا ما مسيحي. انا لا من المسيحية. انت بتكلم واحد مسلم متخصص في المسيحية. تقول لي كنيسة ايه الكنيسة؟ تسمعني من الادب الحديث ان انت تسمعني تديني فرصة. ماشي؟ اسمع السؤال. من اين استمدد ألوهية المسيح شرعيتها؟ عندك 5 اجابات. 1 انتخابات حرة نزيهة. 2 التفويض المباشر من البشر.
ثلاثة التفويض المباشر من التلاميذ. تعيين متأسف انتخابات حرة، تعيين مباشر من جهات سيادية عليا، تفويض مباشر من الناس، تفويض مباشر من التلاميذ، إعلان من يسوع. إيه هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة حضرة الفاضل المحترم مع السلامة يا دكتور. شكرا. انا عاوز اقول لك حاجة، انت رئيس اساقفة وانت ما عندك علم، وحرام الفلوس اللي انت بتاخدها ديت على انك رئيس اساقفة الروم الارثوذكس في الارجنتين، وانت راجل بتهرب وما عندكش اي نوع من انواع الاجابة، ولا عندك كمان ادب في الحوار، ومش عاوز تديني اي فرصة ان انا اكلمك على الاطلاق. انت حضرتك اساسا بتعبد انسان كان بياكل ويشرب ويتبول ويتبرز، ولا ينفعك ان انت رئيس اساقفة يوم الدين، كما يقول يسوع في انجيل متى 7:21: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل ارادة ابا الذي في السماوات. كثيرين سيقولون في ذلك يوم القيامة: يا رب يا رب، اليس باسمك تنبأنا، وباسمك اخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. يوم القيامة يسوع يقول لك ايه؟ لن ينفعك رئيس الاساقفة. حينئذ اصرح لهم: اني لم اعرفكم قط، اذهبوا عني يا فارس. تعلموا الادب. زي ما كنت بكلم واحد بواب سبحان الله، كان معانا لواء مباشرة، رئيس اساقفة يا اخوة، رئيس اساقفة، نائب البطريركي للروم الارثوذكس في الارجنتين، اساقفة الارجنتين للروم الارثوذكس بيونس ايرس وسائر الارجنتين، رئيس الاساقفة سلوان موسى، رئيس الاساقفة سلوان موسى. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الله اكبر، تكبير كل قلب مسلم، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.